Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Nahnu lan دكتور معك مجموعة من علمائنا الشباب ولنا كل أسبوع في هذا اليوم يوم الخميس معهم درس في الفقه الإسلامي. في أيام هذه نحن أخذنا برنامجا لنا كتاب أشباه والنظائر لابن نجيم رحمة الله عليه. نقرأ هذا الكتاب نصا عربيا ثم نترجمها إلى لغتنا ثم نشرح بعض ما يحتاج إلى الشرح، وهذا يسجل في فيديو ويسجل في صوت، وبعض العلماء هذا ما سجل صوتا ينقلون إلى الكمبيوتر ثم نحرر ونخطط إن شاء الله أن ننشر بالتحقيق هذا بلغة الأوزبكية أيضا. وقبل هذا أيضا هؤلاء العلماء درسوا معنا عدة كتب فقهية جيدة، أمثال كتب الشيخ وهب الزهيلي و فاكستاني تقي عثماني وغيرهم من الكتب الجديدة. كلهم يغيرون على دينهم ويخدمون الإسلام والمسلمين، وأردت أن تجتمع بهم وتستمع إليهم وتنصحهم وتدعو لهم ويكون خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث مقام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد جدا أن أسمع شيخنا الفاضل الشيخ محمد صادق هذه الأخبار الطيبة في هذا المشروع العلمي الكبير الذي هو في الحقيقة من أفضل أعمال الله سبحانه وتعالى، وأجهد الأعمال في تثبيت الدين، أن يكون هناك رموز وقدوة يقتدي بها الناس ويكونون مشاعر وأنوار لحياة المجتمع، ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس تحملون مشاعر الخير ومشاعر النور. إن لا يوجد تخبط مثل الجهل والعياذ بالله، أو تخبط في المتعلمين، ولكن حينما يكرم الله سبحانه وتعالى أي مجتمع من المجتمعات بالعلماء الربانيين العلماء الصادقين الجليل سبحانه وتعالى، العلماء الذين يتعمقون في فهم الشريعة في دراسة تفصيلية طويلة لا يكملون ولا يملون ولا يسبقون الزمن صح التعبير، ولا كما قال أنا ولا يتحصرمون قبل أن يتزلوا ويتذبروا بعد التحصن. فحقيقة من أمثالكم يكون ثبات الدين وثبات الناس على الدين، ومن أمثالكم يتكون المخارج من الفتن والعياذ بالله، والمخارج من المشاكل، لأن الحقيقة حينما يكون هناك العلم الشرعي العميق وأيضا فهم وإدراك الواقع بشكل صحيح يكون هناك الفقه السليم، ويكون تحقيق المناط، ويكون النظر إلى معالات الأمور
برؤية شرعية متكاملة واضحة دقيقة وإدراك واقعي. هذه يعني الأمور إخواني يعني تحسدون عليها في مثل هذا الشرف العظيم من طلب العلم، وتعلمون كما ورد في أحاديث أن الكون كله مشغول بكم ويدعو لكم، فطالب العلم ومعلم الناس الخير يستغفر له أهل السماء وأهل الأرض، فكلهم يستغفرون وهم شغلون بالاستغفار والدعاء لكم، يستغفر لهم أهل السماء والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في بحرها، السماء والنمل والحيوانات والملائكة وكثير كلهم هؤلاء مشغولون بكم والدعاء لكم بفضل هذا العلم الكبير والمهم في حياة الناس، والمهم أيضا في النجاة إن شاء الله تعالى من أهوال الآخر إن شاء الله تكون القلوب وما فيها من علم وتقوى وصلاح. وهنا أذكر إخواني بمقولة الإمام عبد الله بن مبارك، أن نكون دائما يعني هذه القضية أمام أعيننا بوضوح تام، وهي أننا إلى قليل من الأدب أحوج من كثير من العلم، فالعلم إن لم يصاحبه أدب، العلم إن لم يصاحبه تواضع، العلم إن لم يصاحبه محبة الآخرين، العلم إن لم يصاحبه يعني حسن الصلة بخلق الله سبحانه وتعالى، وخاصة التواضع والتجرد لله سبحانه وتعالى، أن العلم يكون وبالا على صاحبه، لأنه سيدخل له مداخل أخرى، مداخل الغرور والعياذ بالله، فيرى نفسه أنه أفضل من الآخرين، فإذا تورط في هذه المسألة ضاعت معاني العلم الحقيقية، وضاعت الآثار الطيبة والثمار الجامعة التي يتركها في حياة الناس، وفي حياته، وفي أسرته، وفي دنياه، وفي آخرته. فالحذر، الحذر أن لا نغتر بما عندنا من العلم وننسى الأدب والتواضع وحب الخير للآخرين، وأن لا يكون من همنا أن نجاري به العلماء أو نمال به السفهاء، ولكن يكون خالصا لوجهه الكريم، وخاصة في مثل هذا الموضع لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا لوجهه. فهذه القضية حينما يجمعها الإنسان ما بين العلم والتقوى والصلاح والتجرد والتواضع يكون يتحقق إن شاء الله فيه المعنى العظيم من معاني الربانية. ولكن كونوا ربانيين فأنتم تتعلمون وتعلمون إن شاء الله تعالى، ولا تتحقق هذه الربانية العظيمة وهذه الشفافية الربانية وهذا الرقي في المنازل إلا بالتجرد بالله والاجتهاد الحقيقي والحب الخالص والصافي فيما بينه. فعلى قدر ما يقول هناك من هذا التصافي، على قدر ما يكون التوفيق الرباني والعناية الإلهية بكم، على قدر صفاء قلوبكم نحو بعضكم البعض. أما إن دخل الشيطان والعياذ بالله أو الحسد أو ما شابه ذلك، فإنه يفسد كثير كثير من بركات العلم وخير العلم وآثار العلم في حياة الإنسان وفي قلبه وعقله ووجدانه وأسرته ومجتمعه ودنياه وآخرته. فهذه هي المعاني حقيقة، يعني أذكر نفسي وأذكر إخواني، وإن كان هم
من ثمة يعني كلمة كلمة أخيرة أقولها لإخواني عن تجربتي الشخصية، ما ندمت مثلما ندمت على كل دقيقة طافت أو فاتت علي وأنا في طلب العلم. وقت نشاطي وحيويتي وفراغي ووقتي ومشايخي موجودين والكتب متوفرة ولا انشغال بأسرة أو كثرة أولاد أو وظيفة أنشغل بها في يعني في ذلك الوقت، حينما استرجعت ما فاتني من بعض الزمن حقيقة لعبت بدنا شديدا جدا جدا، وحاسبت نفسي حتى على ساعات النوم التي قضيتها في ذلك الوقت، فهذا هو الوقت الذهبي في التكوين العلمي المؤصل المعمق. أما إذا أخذته بالتهاون أو بالرخاوة أو فإنه لا يكون تكون الحصيلة كما ينبغي. فقد كان السلف الصالح يعني تنتني ركبهم تتقرح ركبهم وهي يعني تثنى عند العلماء وعند المشايخ حرصا منهم على طلب العلم والجلد في طلب العلم والصبر في طلب العلم والمدارسة والمراجعة وما شابه ذلك من الأمور. فاحرصوا إخواني وأحبابي على كل دقيقة تعيشونها، على كل لحظة تستثمرونها. وقد أكرمكم الله سبحانه بالشيخ الكثير وأكرمكم بالشيخ محمد الله يجزاه خير، أسأل الله أن يطيل الله في عمره ويبارك في صحته وجهده وعلمه وأهله وكل شأن من شؤونه. حقيقة أن تقتنصوا هذه الفرصة كما ينبغي، فتجربة العلم وتجربة الحياة، تجربة العلم وتجربة الحياة وتجربة الواقع رصيد كامل وكنز موجود وبئر طيبة بماء العذب، فانزكوا منها فانزكوا منها ولا تدعوا قطعة واحدة فيها. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا وضعه أبو أنس زميل دعاء دعاء المستقبل المعقول إن شاء الله والعالم. بسم الله اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نسألك بأسمائك الحسنى وبسر اسمك العظيم أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتقوى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إن هؤلاء عبادك قد أقبلوا على دينك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك، اللهم وفقهم وسددهم وزدهم علما وتقوى وصلاحا وسدادا ورشدا وفقها وعلما وكل ناحية من نواحي حياتهم يا رب العالمين، أن تبارك لهم فيها وتبارك بأوقاتهم وبجهدهم وبطاقتهم وبقلوبهم وبعقولهم يا رب العالمين. اللهم افتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين، اللهم افتح لهم من العلم والتقوى، اللهم افتح لهم من التأويل والفقه والتفسير يا رب العالمين، اللهم افتح لهم فتحا كبيرا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهديين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا رب العالمين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، وسع لهم في دنياهم واجعلهم في أعلى الإمام يا أكرم الأكرمين، مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عند حوضه يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم.